كان بنكمل معاكم تغطية عريس. ده كان حديث الساعة واللي تصدر السوشيال ميديا واللي كان تم القبض عليه واتحجز على ذمة التحريات. والنهاردة صدر قرار فورا من دقايق بحبس الزوج وثلاثة من الشباب اللي كانوا معاه من بينهم زوج شقيقته، وتم إخلاء سبيل الثلاث سيدات اللي هي الزوجة والشقيقتين للعريس بكفالة قدرت ب10,000 جنيه يعني. لكن القضية كلها لسه أمام النيابة بتستكمل وبتستكمل التحقيقات فيها. وده كان القرار اللي صدر النهاردة بعد ما كنا متابعين معاكم للأحداث في قضية عريس الدقهلية. قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية الحبس 4 أيام للمتهمين الذكور اللي هو العريس وزوج شقيقته واثنين من أصدقائه كانوا معاه في الفيديو، السائق والشاب اللي كان خطف العريس في الفيديو اللي ظهر. وقررت النيابة اشتمل قرارها على يعني إخلاء سبيل السيدات بكفالة 10,000 جنيه لكل سيدة من السيدات، يعني إجمالي الكفالة 30,000 جنيه للثلاث سيدات المتهمين في قضية عريس الدقهلية. كانت امبارح تحقيقات على مدار يعني يعتبر ال 24 ساعة داخل نيابة منية النصر، وأمرت بحجز المتهمين في واقعة اختلاق فيديو خطف عريس ليلة زفافه من أمام إحدى القاعات للتربح من المشاهدات، وتكثيف التحريات لبيان قصدهم من ارتكاب تلك الواقعة وبيان عما إذا كان لديهم سمة انتماء لجماعة محظورة. وتضمن قرار النيابة كمان حجز المتهمين لحين استكمال تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها والشخص القائم على نشر تلك المقاطع ووقت نشرها تحديدا والعائد عليه من ذلك ودور كل من المتهمين في الواقعة. وكمان اشتمل قرار النيابة حجز المتهمين على تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مواعيد الحجز القانوني للمتهمين. وتضمن القرار إرسال حرز اللي هي كانت طبنجة لقسم الأدلة الجنائية لفحصها وبيان نوعها وعيار المستخدم فيها وبيان عما إذا كان صالح للاستخدام من عدمه من خلال تقرير مفصل وإرسال إحراز الهواتف المحمولة للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصها وتفريغ محتوياتها الخاصة بالواقعة محل التحقيق وإعداد تقرير شامل عن الفيديوهات أو الحاجات اللي هتكون موجودة داخل الموبايلات اللي تم تحريزها من كافة المتهمين. وتضمن القرار كمان تكليف أحد المهندسين الفنيين بالمرور المختصة لفحص أو رفع بصمة السيارتين اللي تم التحفظ عليهم واللي كانوا ظهروا في الفيديو اللي تم تداوله لحظة خطف عريس الدقهلية يوم زفافه. وبكده تكون أمرت النيابة العامة بحجز ده القرار الأول اللي صدر في الساعات الأولى من اليوم بحجز المتهمين على التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والقصد من ارتكابها. المتهمين في القضية 7 زي ما قلنا لكم، العريس وعروسته واثنين أشقائه وزوج أحد شقيقاته واثنين اللي هو السائق اللي كان بيسوق العربية والشاب اللي خطف العريس من أمام القاعة. عريس الدقهلية أحمد جمال والعروسة أمل بدراوي واثنين سيدات شقيقات العريس وزوج إحدى شقيقاته والساق والشخص اللي جذب العريس داخل السيارة، دول هم المتهمين في واقعة عريس الدقهلية خطف عريس الدقهلية يوم زفافه المزيف. مقطع الفيديو اللي اتصور بخطف عريس الدقهلية كان تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار استياء المواطنين بسبب ظهور شاب بيتم اختطافه لحظة خروجه من حفل زفاف في محافظة الدقهلية، وأصبح عريس الدقهلية متصدر الترند على محركات البحث مما دفع الجهات الأمنية للتحقق من الأمر. وبالفحص قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية بفحص الفيديو واتأكدوا أن هو مشهد معد له من أجل التربح من المشاهدات كون العريس يوتيوبر.
وكشفت الأجهزة الأمنية إن المتهم اللي هو العريس صاحب مقطع الفيديو اللي ظهر فيه اختطافه لحظة خروجه من حفل زفافه متزوج من 3 سنوات من زوجته اللي قاصر اللي ظهرت معاه في الفيديو وأنجب منها طفلة وكانت معاهم في الفرح، وإنه كان بيحيي ذكرى الزواج داخل القاعة، وبعدها عمل مقلب وقال خرج بفيديو بعديه وقال ان الفيديو ده خد منهم وقت كتير واعدادات كتيرة وتعبهم واعدوا له جيدا اكتر من وقت كتير قعدوا يجهزوا له هو واصدقائه واللي ظهروا معاه في الفيديو اللي كان كل واحد قايم بدور محكم ويعني متقن من كل شخص بدوره اللي ظهر فيه في الفيديو. ومن اول وهله كانت الاجهزه الامنيه متاكده ان الموضوع تمثيلي، سبق يعني ان العريس مرتب له وانه يوتيوبر وتوصله من خلال الفحص بانه يوتيوبر ومعتاد على انه يخرج بفيديوهات ومقالب، لكن يعني والده كان قال ان يعني ما فيش احنا ما ضرناش بحد وكان بيطالب بايه خروج ابنه وانه ما اضرش بحد وان ده كان مقلب وهزار. و بعد القبض عليهم خرجت والدته وقالت ان ده مصدر رزقه وانه عايش على كده. ويمكن الفيديو جسد اللي هو مشهد للعروسة امام قاعة احدى القاعات في منية النصر بتستعد لركوب سيارة الزفة بتاعتها والعريس بجوارها بيتحرك للخروج لان هو يستقل السيارة من الجهة الاخرى، ان سيارة اخرى اقتربت منه وتم سحبه وخطفه من على الطريق في منية النصر وسط صراخ الحضور، واتقلب الفرح لصراخ وكمية عويل كبيرة بسبب خطف العريس زي ما تخيل لكل اللي كانوا متواجدين واللي ما يعرفوش حاجة عن فبركة الفيديو. بعد حجز المتهمين من أمس حتى اليوم كان صدر قرار باحتجازهم على ذمة التحريات، صدر قرار الآن وإحنا يعني في لحظة خروجنا معاكم ومتابعينا لللايف ده، خرج قرار يعني إخلاء سبيل السيدات، كل سيدة بكفالة 10,000 جنيه، وحبس الثلاث متهمين العريس وزوج شقيقته السائق اللي كان معاهم، الأربع رجال تم حبسهم على ذمة التحقيقات والسيدات أخلى سبيلهم بكفالة لكل سيدة 10,000 جنيه. الواقعة دي كلها حصلت في محافظة الدقهلية وانتشرت على السوشيال ميديا وعرفت بعريس الدقهلية اللي اتخطف، وبعد الفحص والتأكد من ان الواقعة مفبركة او تم التمثيلية اتعملت قال عليه عريس الدقهلية اللي اتخطف يوم زفافه المزيف. ده كان قرار نيابة منية النصر بعد يعني التحقيق مع كافة المتهمين السبعة المتهمين في القضية واللي كانوا على دراية كاملة بكل تفاصيل الفيديو وانه كانوا معدين ليه، ويمكن العريس قبل القبض عليه خرج بفيديو وقال ان احنا تعبنا في تجهيز الفيديو ده وكنا عايزين نعمل فرقعة كبيرة والغرض منه كان التربح من المشاهدات اللي بياخدها من خلال النشر للفيديوهات وبيحصل على مشاهدات يتربح من خلالها. عريس الدقهلية كان قاش و يعني بقى يوتيوبر وبيعد فيديوهات ومقالب، والده كان بيقول انها كانت بتبقى المقالب على حد البيت والاسره وافراد العيله، لكن الكل اتفاجئ بالفيديو اللي خرج فيه وانه مجهز له ومرتب له بخطفه يوم زفافه.
زي ما تابعنا القضية معاكم من أولها، وتابعنا تصدر الفيديو بتاعهم للترند والسوشيال ميديا، والفحص للفيديو والوصول للمتهمين، ورحنا واتنقلنا للقاعة اللي حصل فيها الزفاف، واللي كانوا أكدوا إن الفرح كان فيه معازيم من يعني دول عربية ومصريين ومن القرية اللي عزبة حمادة مركز بكرنس في محافظة الدقهلية. كلهم كانوا منتقلين داخل القاعة، وبعد القاعة الواقع حصلت خارج القاعة عقب الانتهاء من مراسم الزفاف المزيف، لان الزوج والزوجة متزوجين من 3 سنوات زي ما قلنا لكم، ولديهم بنت كانت ظاهرة معاهم كمان في الفيديو اللي تم تداوله. حبينا كمان يعني القضية ما انتهتش معانا بكده، لا احنا استمرينا معاكم لحين صدور قرار النيابة باحتجازهم امس، واليوم صدر قرار باخلاء سبيل السيدات وحبس بكفالة 10,000 جنيه لكل سيدة، ال3 سيدات المتهمين من بين ال7 متهمين، وحجز ال4 رجال حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات. شكرا متابعي تليجراف مصر.